وصلت المكان زي ده وبدأت أطور فيه وأشتغل فيه. طبعا ربنا وفقنا كتير قبل أي حد. بشكر مجلس الإدارة اللي شغال معايا لأنه فعلا ساعدني كتير إن أنا أنمي وأشتغل. وأحب برضو أشكر مدير المكان الأستاذ خالد، واللي هو بعتبره الأب الروحي للمكان وأب حقيقي للأولاد. أحب أشكر كل الناس اللي شغالين هنا كناس إدارية، لأن هم فعلا بيدوا للمكان أكتر من جهدهم اللي هم مطلوب منهم. أحب أشكر كمان الناس العاملين هنا في المكان، من أول شيء في المطبخ لحد عم أسامة حارس المكان. الناس هنا فعلا مش بتشتغل علشان المكان محتاج شغلهم أو شغل مادي أو شغل، بتشتغل بخدمة للمكان بحب للأطفال. أنا اللي سعيد ومتشرف بيهم كلهم إن أنا اشتغلت معاهم. أحب أشكر برضو تاني الدكتور وليد عبد الونيس، اللي هو يعني الصراحة ما تأخرش عننا في أي دعم مادي أو أي دعم للمؤسسة. الموضوع كله ما خدش دقيقتين في الطلب، هو دقيقة اتفقنا على اللي احنا عايزينه والباقي بعديها في نفس الوقت بدأنا نشتغل وجبنا الأجهزة الكهربائية اللي قدرنا عليها وبدأنا نشتغل في المكان، واتصل بحد يجي يعمل عملية الإعداد للمكان تاني. أحب أشكر كل الناس اللي شرفونا طبعا النهاردة والحضور الكريم، وهو كله مش جهد مني ولا حاجة، هو توفيق من ربنا. في ناس هنا برضو تانية أحب أشكرها. أحب أشكر الأستاذ رضا المسؤول عن الدهانات في المكان. الراجل ده فعلا اشتغل معانا بجهد جامد وتنازل عن جزء كبير من أجره. أحب أشكر البنات بتوع التربية النوعية اللي ادوا المكان فعلا أكتر من حقه، وأحب أديلهم تحية لسهرهم بالليل وتعبهم معانا جهد فوق المتوقع منهم. أنا أول واحد بشكرهم وبشكرهم باسم المكان. طبعا يعني أنا حلمي هنا في المكان، وبقول للناس كلها هنا ان الموضوع مش موضوع اكل وشرب ولبس، الموضوع اكبر من كده بكتير. احنا نفسنا نطلع انسان سوي نفسيا، انسان محترم، انسان يكون نافع لنفسه ونافع لوطنه ونافع للمكان ويشرف المكان اللي خرج منه. مش مسألة ان احنا في رعاية او كده، لا، لازم المكان ده يطلع رجالة احنا نفتخر بيها ونقول دول أهل بيتنا وأهل المكان اللي احنا اشتغلنا فيه. فأنا بحب أشكر كل الناس تاني، وأنا الحمد لله على التوفيق اللي ربنا ادهولنا هنا للمكان. كل الشكر ليكم وكل الشكر للأستاذ خالد على دعمه الكبير لينا، وإن شاء الله ربنا يعيننا إن احنا نكمل المسيرة ونكمل المكان اللي احنا عايزين نوصل بيه، لأن هو بالنسبة لنا مش بس دار، هو بيت كبير للأطفال عايزين نوصل له ويحسوا بكل حاجة ممكن يكون طفل بره استفاد بيها، سواء في رعايته في بيته أو أي حاجة، إن احنا نبدأ نعوضها هنا كلهم. بحب آخر شكر أحب أوجهه للأطفال، لأن أنا جيت هنا المكان والصراحة كنت فاكر إن أنا اللي هديهم، بس أنا كنت جاي هنا عندي أزمة نفسية وعندي تعب. الأطفال هنا فعلا قدروا يدوني الفرحة والسعادة منهم، وأنا أحب أشكرهم كلهم وأحب أقول لهم إن أنا بحبكم كلكم. شكرا لكم.